الأفراد يتأثرون بالأفعال أكثر مما يتأثرون بالأقوال. هذا أولاً. الشيء الثاني، القاعدة العامة في المجتمع أن القادة كانوا في أي مستوى، الناس يكونون في درجة تالية. إحنا قديماً هواي كان عندنا أفراد خيرين، الأفراد الخيرون جداً كانوا كثير كما ينقل، إحنا ما شاهدنا إلا القليل، ولكن الشيء اللي ينقل الأفراد الأبرار الخيرون جداً كانوا كثيرين. لماذا؟ لأن القادة، القادة كل واحد من رجال الدين قائد في موقعه، كل واحد منهم، كثير منهم كانوا أفراد متفوقين من الناحية العملية. المجتمع كان يشوف هؤلاء الأفراد، ما كان يصل إلى درجتهم ولكن كان يتلوهم في الدرجة. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان له أخ، مرجع التقليد، كان له أخ في مشهد، هذا ينقل عنه، وكان يجي إلى قوم قليلا، يعني فترة قليلة يأتي ويعود إلى مشهد. ينقلون في أحوال هذا في كل يوم قبل أذان الفجر، كان يذهب من بيته إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، الأبواب مغلقة، يقف وراء الباب إلى أن يفتح الباب ويصلي نافلة الليل عند الإمام الرضا صلوات الله. كم دام على هذه الحالة؟ 40 عام. ذاكرين في أحواله، أحد الخطباء كان ينقل لي قبل أيام، 40 عام هذا كان دام مشهد. بالذات قديما الشتاء عندما كان يجي الشتاء كلش مؤذي كان، 40 عام واحد في الحر والبرد، هذا يكون منهج. في كربلاء أيضا معروفين جماعة كانوا، نافلة الليل كانوا يؤدونها عند باب صحن الإمام الحسين، هناك كانوا يؤدون، الأبواب مغلقة والخدم يمكن نايمين، مجموعة معروفين أسماءهم معروفة هالشكل، معروفين كانوا. المجتمع كان يشوف هكذا نماذج. إذا القادة هالشكل كانوا، المجتمع يصلي صلاة الصبح في أول وقت. إذا القائد صلى صلاة الصبح في أول الوقت، الناس شنو يفعلون؟ يصلون صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ب3 دقائق. إذا القادة صلوا صلاة الصبح قبل طلوع الشمس ب3 دقائق، الناس شنو يسوون؟ يصلوها بين الظهر والعصر قضاء. طبيعي. إذا الأبناء، هذا مو فقط في رجال الدين، كل قائد في موقعه، إذا الأب يصلي نقر كنقر الغراب، أولاده شلون يصلون؟ ها؟ إذا يصلي صلاة متأنية، أولاده يصلون نقر كنقر الغراب يمكن. إذا هو نقر كنقر الغراب، أولاده شلون يصلون؟ شيء طبيعي. يعني الأفراد لا يلاحظون الأقوال وإنما يلاحظون الأعمال. السيد البروجردي رحمة الله عليه كان عنده كلمة لطيفة، كان يقول أقوى برهان عند العوام على إثبات المبدأ والمعاد سيرة القادة. شنو دليلهم على إثبات المبدأ والمعاد؟ أقوى دليل هسه أو من أقوى الأدلة سيرة القادة.
كل في موقعه. قادة مو يعني القادة العظام. فإذا والعياذ بالله رأوا منهم الخلاف يشكون في المبدأ والمعنى، يقولون إذا صدق كان هم ليش ما يعملون، إذا واقعا أكو آخر ليش هو يأكل أموال الناس بالباطل. حقيقة يبدأون بالشك في المبدأ والمعاد، بعضهم يعني اللي يأخذون الدين من الرجال ولا يعرفون الرجال بالدين. فكان يقول يجب علينا أن نواظب على سلوكنا.